تظهر شاسع سوداء على تلفزيون عندما أحاول وصله بتلفزيون دو، ماذا أفعل؟ أول خطوة عليك اتباعها هي أن تتأكد من أن التلفزيون يعمل وأن جهاز الاستقبال موصول ويعمل أيضا. في حال وجود شاشة خالية عليك، إذن أن تتأكد من اختيار الـ AV أو الـ Audio Visual Source في التلفزيون. بإمكانك فعل هذا من خلال جهاز التحكم بالتلفزيون والضغط إما على زر Source Input أو الـ TV/Video أو الـ AV. الخطوة التالية ستكون تأكد من صحة توصيل الكابلات من جهاز الاستقبال إلى التلفزيون. في حال كنت تستخدم كابلات الـ RCA للتوصيل، أي الكابلات الملونة بالأحمر والأصفر والأبيض، تأكد من أن كل كابل موصول بشكل صحيح بكل من تلفزيون وجهاز الاستقبال حسب اللون المطلوب. أو يمكن أن يكون جهاز الاستقبال موصول بتلفزيون من خلال كابل الـ HDMI. تأكد إذن مرة أخرى من صحة توصيل الكابل بالطرفين. أحياناً قد تتلف هذه الكابلات، لذلك من المستحسن أن تستخدم كابل إضافي في حال وجد لتفقد المشكلة. إذا لم تحل هذه الخطوات المشكلة، الخطوة التالية ستكون التحقق من صحة توصيل كابل الشبكة بجهاز الاستقبال ومقبضته. أيضاً تأكد أن ضوء الاستعداد على جهاز الاستقبال غير مضاء. في حال كان مضاءً، قم بإطفاء جهاز الاستقبال وفصله عن مأخذ الكهرباء. إذا لم تنفع أي من المحاولات السابقة، لا تقلق، فقط اتصل بنا وسنعمل على حل المشكلة من أجلك. لمزيد من المعلومات أو للحصول على مساعدة أخرى، بإمكانك مراسلتنا على تويتر @dotweets أو قم بزيارة موقعنا على www.do.ae/support.